مرحبا واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد على قناة جوك تي في. كانت نور استعرضت اليوم بمقر اليوتيوب سبيس مع صديقتها الاعلامية رينا فرح، وهذا لتصوير فيديو سميته نور بالفيديو السري. فبعد ما بحثنا وتحرينا على الموضوع هذا ما توصلنا لإله. الفيديو رح يكون مصور مع برنامج مكياج وبنات اللي عم ينزل على اليوتيوب برعاية ماركت ميبلين للمكياج، حيث كالعادة يحطون المكياج ويشرحون طريقة وضعه وشو هي مميزاته. فإذا قلنا مكياج وبنات بنقول صفا سرور، لأنها أكثر وحدة بتظهر بالبرنامج كمقدمة لحلقاته. فوين هي صفا؟ صفا من شي يوم وصلت على البرازيل لتصوير مشروع سري، ومبين أنه في مكياج بالموضوع، فممكن تكون عم بتصور لمكياج وبنات. الغريب في الموضوع أنه نور ستارز ونارين بيوتي كانوا في اليوتيوب سبيس في نفس الوقت، بس نور صورت حلقة مكياج وبنات ونارين كانت عم بتصور فوتوشوت لإلها، فليش ما طلعوا مع بعض بالسوشيال ميديا؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعيل زر التنبيهات لحتى تتعرفوا على كل أخبار اليوتيوبر في الوقت المناسب، ولا تنسوا تضغطوا على زر اللايك مشان تشجعونا على تنزيل فيديوهات أكثر.